أهلا أهلا، يوم جديد وأكيد إنه مقطع جديد. اليوم راح أخذكم معايا إيش أسوي أنا بالضبط قبل لما أبدأ أرسم. أحيانا أحتاج إني أجدد المكتب، فاليوم المقطع راح يكون تجديد مكتب، راح يكون إني كيف أسوي القهوة حقتي اللي أنا حرفيا مرة أحبها ومرة أحب إني أسويها بشكل مستمر، وكمان راح نرسم رسمة مع بعض. فالآن هنا البخاخ اللي أنا أستخدمه دائما، إنه لما أجدد المكتب حقي أخذته من أمازون. حرفيا المكتب حقي أبيض فيتعدن باستمرار لأني أرسم بالفحم غالبا والرصاص، فكيف أقول لكم يطفشني، وأنا مرة أحب اللون الأبيض، يعني أحب إنه يكون مرة يكون نظيف. ونوع الخشب نفسه حق الطاولة مو من النوع اللي ينمسح على طول، عرفته، فما أقدر أمسح، يعني حتى لو مسحت تبقى البقع فيه، فاضطريت إني أشتري له بخاخ. البخاخ مرة حلو، تقريبا أخذته بسعر 40 وحدودها، بس إنه إيش، البخاخ ما هو بلمعة، فأنا كنت أفضل إنه بلمعة، بس ما انتبهت إنه مكتوب عليه إنه مو هو لامع. هو في نوعين لما تجون تطلبونه، واحد بلمعة وواحد بدون لمعة. أنا طبعا اللي اشتريته بدون لمعة، إن شاء الله بس أخلصه وأرجع أجيب مرة ثانية راح أرجع أستخدم واحد يكون بلمعة. هنا بعد ما خلصت إنه بخيت الطاولة كل بوها، تقريبا تحتاج من 4 لـ5 أو 6 ساعات لين ما تنشف الطاولة. هنا المعلومات عن البخاخ، كمان له ريحة، يعني يعتبر له ريحة، فاللي عندهم أطفال يفضل إنهم يبخون وما يكون حوالينهم أحد بحيث ما تأثر عليهم. الآن هنا راح أجي أسوي معاكم القهوة حقتي، قهوة سهلة والكل ممكن يعرفها لأنه يعني انعرفت في فترة طويلة، كثيرين كانوا يستخدمون نفس الطريقة. القهوة عبارة عن إيش؟ عبارة عن قارورة موية نجيب فاضية، نحط فيها بقارورة موية بخلاط اللي يعجبكم، نحط فيها كل بوها تكون نفس المقادير. فمثلا لو حطينا فنجان سكر، نحط فنجان موية فنجان نسكافيه. انا الان سويت حق حجم بس كاسة واحدة، فاحط شوية موية وشوية قهوة وشوية سكر واخلطهم مع بعض بالخلاط، وصير بعدين تصير معايا الرغوة هذه حقت خليط القهوة. اللي يكونوا مجهزين بكاسة اما حليب السعودية العادي، او انكم تسوون حليب بودرة، تحطون ملعقة حليب بودر او ملعقتين وتحطون عليها موية بس نص الكاسة. طيب الان هنا بنيجي للقهوة. القهوة هنا حطيت انا ملعقتين سكر على نفس احتياجي اللي انا احتاجه للكاسة، وحطيت ملعقتين قهوة نسكافيه، واخر شيء معايا راح يكون موية مرة قليل، يعني على قد ما اقدر اخليه على نفس حجم اللي حطيته النسكافيه والهادي. طيب زي ما انتم شايفين هنا، بحيث انه يكون معايا الخليط ينخلط اسرع. هنا طبعا شغلت الخلاط وخليته ينخلط مع بعض، استناه لين يطلع لي هذه الرغوة اللي انتو شايفينها معايا. طيب الحلو بالموضوع انه الزايد تقدرون تحطونه في الثلاجة بالفريزر، تقدرون تستخدمونه، لانه كيف اقول لكم تجيكم كأنها طبقة كريمة، فسهل انكم تاخذونها في الملعقة. فانا غالبا اسوي كمية كاملة واحطها لي في الفريزر، وصير كل ما اشتريت قهوة اجي اخذ منها على حسب ما انا حابة وعلى حسب الكمية اللي انا ابغى اسويها. طبعا هنا بعد ما صبيت الخليط حطيت عليه شوكولاتة من نسلة، مرة حرفيا طعمها حلو. هنا هذا الشكل النهائي معايا، حرفيا القهوة مرة طعمة. أنا صراحة من الناس اللي مرة أحب إني أحط عليها ثلج ويكون الثلج أكثر من الموية والأشياء هذه. طيب فكمية الثلج اللي أنا أحطها أحسها تعطيني طعم مركز أكثر للكريم والأشياء هذه حقت خليط القهوة، تديني كيف أقول لكم تحسونها مركزة أكثر، فأنا أحب أنها ما تكون خفيفة مرة. فهنا الثلج حطيته، الموضوع مرة طعم، مرة مرة حرفيا يعني القهوة هذه ولا غلطة، مرة جربوها واكتبوا لي رأيكم فيها. هنا بعد ما خلصت القهوة قررت اني ابدأ ارسم رسمة. ببداية صراحة كنت مخططة بس انه يكون عبارة عن المقطع عبارة عن المكتب والقهوة، بس بعدين حسيت انه نظفت المكتب ورتبته وجهزت لي قهوة، فحسيت ان الموضوع يحتاج انه نبدأ نرسم رسمة مع بعض. طيب فهنا الشكل النهائي للمكتب بعد ما مسحت ورتبته وصبغته ورجعت الأغراض بمكانها. هنا حامل الأقلام وحامل أقلام الماركر، كل شيء رتبته ورجعت مكانه. طبعا أصلا وقتها ما شلت غير بس اللي على مستوى سطح المكتب اللي أقدر أرتب وأصبغ بمكانه، لأنه الجزئية اللي فوق ما تحتاج صبغ لأنه قد خلاص يعني عجبتني بهذا الشكل، بس اللي تحت هي اللي تضايقني لأنه لونها أبيض. طيب هذا الشكل النهائي زي ما أنتم شايفين. هذه الرسمة مرة مرة أحبها، مرة أحبها لما أخلص وأرسم أفتح على الرسمة هذه وأحط الكراسة كذا، لأن الرسمة هذه مرة تحمسني للرسم. رسمتها بمزاج مرة رايق، فأنا أحب أرسم رسم اليدين فعجبتني، فصارت خلاص هي واجهة المكتب، أحط الكراسة وأسيبها عليها. الآن هنا راح نبدأ نرسم رسمة مع بعض. قررت أني أرسم سكتشات، يعني ما تكون رسمة احترافية قد ما هي تكون رسمة
ألقى نفسي فيها، عرفتوا؟ تخطيط بسيط، لأنه أحيانا أبدأ أمل من الرسم لأنه يطول، عرفتوا؟ يحتاج نسوي طبقة، طبقتين، ثلاثة، فأنا غالبا ما عندي الوقت الكامل اللي أنا أقدر أرسم فيه رسمات طويلة. فالآن هنا لما شفت عندي وقت قلت أوكي، يمديني أرسم فيه سكتش ورسم شخصية كده بسيطة وحلوة. فهنا بدأت أحدد الفك عندي، أبغى أسوي للبنت تسريحة شعر، أبغى عيونها تكون حلوة، يعني تكون عيونها كده مايلة للعيون الآسيوية. فبدأت بالتخطيط أول شيء من فك الوجه بحيث أضبط الملامح وأعرف أماكن الملامح. طبعا أنا ما أعتمد على طريقة تخطيط واحدة، تلقوني كل مرة أسوي طريقة تخطيط معينة لأنه أحب يدي تكون مرن، عرفتوا؟ بأكثر من طريقة أقدر أرسم، يعني ما أحب أني أقيد نفسي بأسلوب رسم معين أو بطريقة أخذ قياسات معينة. فالآن من هنا بديت بالفك، بعدين بديت بالشعر، وبعدين آخر شيء راح يكون عندنا اللي هي الملامح، مع أنه قبل كنت لا عكس، كنت أول شيء عندي الملامح تكون متوازية بعدين أبدأ بالفك والأشياء هذه. بس لما رجعت جربت الطريقة هذه حسيت انه اوكي الموضوع اسهل. هنا صرت اسوي الفك اول شيء والشعر، بعدين ارجع للملامح، يكون سهل علي اني اخذ قياساتها واحطها في طريقة مناسبة وطريقة يعني متساوية مع باقي الملامح. طيب الان هنا عندي الفك، لانه وجهها ما كان بشكل مباشر، لا في ميلان خفيف، فخليت زاوية الوجه مايلة، وكمان عندي شعرها يكون ناعم وطايح على تحت بشكل يعني بدون ما يكون في خصل مرة كذا طالعة وفيها حركات، لا حبيت انها تكون رسمة فعلية مرة بسيطة. طبعا سويت لها اكسسوارز للشعر وحسيت ان الموضوع مرة كيوت. للان الرسمة ما خلصت تضليلها، يعني بس خططتها وسبتها، ما كملت التضليل، فعجبتني حرفيا، ودي انه اسيب لها وقت كده فعليا يكون مزاجي رايق لأبعد حد، بحيث اني ابدا احولها لرسمة واقعية، عرفتوا؟ لانه انا اصلا مقاس الورقة اللي قاعدة ارسم عليه ترى مرة صغير، يعني تقريبا يجي اكبر من حجم الجوال، لاني جالسة ارسم على الكراس مو بشكل طولي، بشكل كده بالعرض، عرفتوا؟ حطتها. فلاحظت الفترة الأخيرة إني صايرة أركز إني أرسم الملامح بوجه أصغر، وزايد لاحظت شي ثاني إنه لما أرسمها بشكل أصغر يكون عندي وقت أخلصها بشكل أسرع، عكس لما أكون أنا بادي أرسم رسمة بحجم كبير، العين الواحدة تاخذ مني وقت، الأنف ياخذ وقت، الشفايف تاخذ وقت، بينما لما صرت أرسم مقاسات صغيرة صار الموضوع مرة بسيط حرفيا، يعني أقدر أرسم كل يومين رسمة عادي، الموضوع طبيعي، عرفتوا؟ فأنا أحب إن الرسمات تكون فيها تفاصيل لما أكون مخليتها واقعية، فما أحب إنها تكون أي كلام، عرفتوا؟ فلذلك الفترة الأخيرة صرت شوي أتأخر برسم الواقعي، لأنه أبغى أرسم رسمة تكون نفس ما أنا أبغاها، ما أبغاها تكون بمعايير أقل. طيب هنا الشعر عندي، طبعا الستايل هذا حلو، أحس لو إني نسخته رفعتها على ايباد وبرضو حولتها رسم رقمي. طبعا هنا تذكرت اني ما صورت الرسمة فوقفت وانا ارسم معاكم، ورحت اصورها بعدين رجعت اكمل الرسمة. طيب شوفوا الان العيون كيف جالسة احطها، بتكون عندي بنص الوجه، يعني يكون في مسافة ناحية العين من اليمين ومسافة ناحية اليسار من العين من اليسار. طيب ركز عليها، كمان ابداها بس بخطوط ببداية، يعني احط مسار للعين، مسار للانف، ومسار للفم، بحيث انه خلاص اشوف الابعاد عندي تمام، يصير بعدها ابدا اسوي الملامح نفسها. بس لما تبدون بشكل عشوائي راح تلاحظون انه مثلا ممكن الانف مره قريب للفم ومره بعيد عن العين، او ممكن العكس، ممكن يكون الانف مايل يسار اكثر والعين والشفايف جاي بمستوى صح، عرفتوا؟ فدايما ركزوا انكم تاخذون قياسات لو بشكل تخطيط بسيط نفس ما انا اسوي، وبعدها على اساسها تبدون ترسمون الملامح. بس بعدين خلاص مع الممارسة يصير الموضوع حرفيا مرة سهل عليكم، ويكون اصلا ما يحتاج انكم تاخذون ابعاد واشياء زي كذا، يكون العين تعودت على المقاسات فصارت تشوفها، عرفتوا؟ عكس لما يكون الشخص مبتدئ يشوف العين على الورقة بس لما ينقلها على ورقة الرسم ما تزبط معاه، عرفتوا؟ فيب هذه من الأشياء اللي ممكن راح تساعدكم. الآن هنا بديت بعين بشكل كامل، وقد قبلكم قد قلت لكم قبل المبتدئين اللي يحسون عندهم مشكلة إنه العينين ما تيجي متطابقة يبدون بالخطوة اللي يسوونها بالعين الأولى يكررونها نفسها بالعين الثانية. طيب راح تسهل عليكم حرفيا موضوع رسم العيون. أنا طبعا هنا بديت بالعين الكاملة الأولى، بعدين انتقلت للعين الثانية وبديت فيها. ببداياتي كنت لا أواجه صعوبة بالموضوع، فكان يحتاج مني اني الخطوة اللي اسويها باليمين اسويها باليسار نفسها، ومرة حرفيا الخطوة هذه ساعدتني وخلت يعني الموضوع سهل بالنسبة لي وما كان عندي مشاكل كثير بالقياسات.
طيب الآن هنا جلست أسوي الحواجب. القلم اللي استخدمته معاكم الآن هو قلم فايبر كاستل درجة 2B أو 4B، صراحة مو فاكرة الدرجة. والكراس اللي استخدمتها معاكم أخذتها من شي إن، ورق خاص قد صورتها أتوقع لكم، كراس لونها أصفر خاصة بالفحم وبالرصاص. حرفيا الكراسة هذه مرة حلوة، مرة مرة عجبتني، يعني أغلب الرسمات اللي رسمتها الفترة الأخيرة كلها كانت فيها، والموضوع حرفيا مرة كان ممتع. الورقة يميل لونها للبيج وكمان ملمسها خشن أكثر، فمرة عجبتني. هنا عندكم الملامح، لما سويتها جلست أنظف بالمساحة الأماكن اللي كان فيها تخطيط، وعلى قد ما أقدر حاولت إنه ما أحط تفاصيل تكون ما لها داعي، عرفتوا، بحيث يكون كل شيء معاي مرتب ونظيف وما أحتاج إني أمسح. مع إنه بالتظليل لو بديت أظلل هذه كلها راح تروح الخطوط العشوائية، عرفتوا، ما راح تبقى عندي غير التفاصيل الواقعية. الآن هنا جلست أشوف شعرها إيش الأماكن اللي يحتاج إني أسوي فيه شعرات مطايرة، أسوي فيه خصلات داخلة على جوا وعلى برا. كمان جلست أعيد على التخطيط وأثقل بالقلم بحيث تبان لي التخطيط بشكل واضح أكثر. هنا زاوية الشعر من فوق حسيت إنه كبرت الشعر، عرفتوا، يعني حسيت إنه مو كبرت قد ما إنه شعرها صار كذا ضخم من فوق، فحبيت إني أصغر مستوى تسريحة الشعر. فجلست أمسح الخطوط حوالين الخط الرئيسي اللي أنا كنت مسويته، صغرتها بعدين جلست أشتغل. فدايما زي كذا لما أخلص الرسمة أجلس أطالع فيها، أوكي هذا مو عاجبني مكان أروح أعدل عليه على طول، إنه ما أستسلم أشوف الرسمة وأقول خلاص الحمد لله زبطت معاي، لا، أبدأ أشوف فيها ملاحظات ما ملاحظات أبدأ أعدل وأعيد عليها. طيب بكذا تقريبا يكون الشكل النهائي للرسمة أو للصورة حقتنا، وكمان المقطع اليوم. اكتبوا لي رأيكم بالمقطع، أول مرة أسوي مقطع يكون بهذا الشكل، أول مرة أشارككم أشياء غير الرسم، فاكتبوا لي رأيكم بالمقطع، اكتبوا لي تعليقات حلوة، لا تحرموني من دعمكم. اللايك والتعليق حرفيا مرة يفرق لقناتي، ومرة يساعدني انه القناة تكبر اكثر اكثر وتجيب مشاهدات اكثر واكثر، لانه حرفيا الفترة الاخيرة مرة احس اني ادي جهد على القناة، والجهد هذا يعني مو جالس يثمر، لانه المشاهدات مرة طايحة لابعد درجة. فأملي فيكم يعني بالتعليقات الحلوة، بدعمكم الحلو، حرفيا لا تحرموني منه، وأكون ممتنة لكل كلمة أنتم تقولونها حلوة وتساعد القناة على أنها تتطور أكثر وأكثر. أشوفكم بمقطع جاي، اكتبوا لي إذا حابين نسوي مقاطع فيها تفاصيل أكثر، الرسمات واقعية أو لا. أشوفكم مقطع جاي، إلى اللقاء.